المشترك الثاني معنا الليله هو عبد الله البلوشي من البحرين. بداية غنيت يوم الأحد أغنية فقدتك حق الفنان حسين الجسمي. شو أسوي بالألم والآه ولكن البقى لله. أما بالنسبة حق اللجنة فالكلمة اللي عجبتني من أستاذ عبد الله القعود يوم قال مهم إنه يكون بحريني معنا في الفاينل، لأن صراحة طوال السوبر ستار المواسم الخمسة ما في بحريني وصل إلى الفاينل. اما اسوء كلمه سمعتها صراحه من استاذ زياد بطرس، اليوم كان ادائك ضعيف، بتمنى لك التوفيق. شكرا. ما تاثرت وايد لان سووا بالانس، واحد قال اوكي واحد قال باد، فاوكي يعني طلعت راضي. مو براضي، راضي 50%. طبعا الاحساس بالخساره احساس مر، بس انا ما راح انزعج كثير. انا ان شاء الله راح اثبت لكم ان راح اغني اللي يعجبكم انتوا بالذات، اللي شنو تبون انا اغني بغني لكم، بس صوتوا لي ودوني فوق. اغنيه ايا ليل يا عين للفنان لؤي هنسمعها بصوت عبد الله البلوشي من البحرين. تفضل عبد الله. بتعاقبنا يعني ان واحده من الناس ما اخترتكش المره اللي فاتت بتعاقبني ليش يعني؟ اوكي، انت النهارده طبعا فارق جدا، ويمكن الفرصه دي فعلا جات لك من عند ربنا ان انت تقدر تدخل وتثبت وجودك. الاغنيه حلوه معاك، والاغنيه اساسا لوحديها كده ليها نسبه نجاح عاليه. الاغنيه دي من الاغاني الناجحه جدا، خلاص؟ فانت اديتها كويس، في بعض النوت بس اللي فوق كده حاول تبقى تسند نفس كويس علشان تطول النوت العاليه، في بعض الخساسان في النوت العاليه. عدا ذلك انا عن نفسي هصوت لك بقى. شكرا. خلاص. عبد الله، او شوف انا عاجبني اصرارك، انت مصر على انك تبقى وهذا شيء حلو. اختيار الاغنيه موفق جدا. يمكن المره اللي فاتت كنت شويه تعبان او صوتك تعبان، اليوم انت فاتح. الفرقه الموسيقيه كانت في هارموني بينك وبينها جميل جدا، يعني متوافقين تماما. انا ايضا شفتك اليوم متالق وتستحق انك تكون من الاثنين، ولكن دائما المشتركين في الفرصه الاخيره يتالقون، هذا يعني في على مدى
حتى السنوات السابقه، فاتمنى لك التوفيق ان شاء الله تكون معنا. عبد الله، دائما انت عودتنا على احباطك بالبرنامج، يعني مش بقصدك، انت يمكن شخصيتك هيك محبطه او وجهك بيعطي تعبير الاحباط، بس اليوم لمعه صوتك فرقت لانه اختيار الاغنيه، وانت شاغل على نفسك كثير منيح اوكي، وكنت مبتسم انت عم بتغني، وخلي هالابتسامه اذا الله راد توفقت وطلعت على المرحله النهائيه، خلي هيدا الشيء هيدا الايجابيه عندك بوجهك وباطلالتك اوكي. موفق حبيبي. مختصر مفيد، عبد الله انت جيد. شكرا شكرا. عبد الله ليلى، انت المشترك الخليجي الوحيد بين المشتركين. نعم. على طريقتك تطلب من الجمهور يصوت لك ويدعمك، الجمهور الخليجي. بقول يا جماعه الخير، ما في الا انا خليجي فصوتوا لي. بس بس طيب اوكي، صوتوا له.